كره سريعه، توزيع الكرات يمين يسار، ونلاحظ اللاعب فيرداسكو يشجع نفسه، يعرف بان هذا توقيت مهم، وربما هذه الفرصه الوحيده لمضايقه رافي نادال. ان انهزم 11 مره على التوالي ضد هذا اللاعب. النقطه الاولى لفيرداسكو. جميلة جدا من جهة اللاعب نادال، قوية مع الخط. نادال يسدد كرة قوية جدا عرضية في نفس المكان في الاتجاه المعاكس للاعب، يعرف ان اللاعب فيرداسكو سيتحرك بسرعة لتغطية الجهة الفارغة، وهذه الفكرة الذكية من رافي نادال. نقطتين لواحد، نقطتين نقطة واحدة الآن لنادال. ضربة جميلة، ضربة سريعة جدا، وأيضا كرة نادال كانت قصيرة عالية ولكن قصيرة، يستغلها فيرداسكو. نقطتين لكل لاعب. ضربة هائلة، ضربة هائلة من طرف اللاعبين، والكلمة الأخيرة هذه المرة لفيرداسكو. توزيع الكرات يمين يسار، نلاحظ كل لاعب يدافع. روح قتالية من جهة نادال، ولكن هذه الكرة الأخيرة كانت سريعة، والجمهور يصفق ويشجع هذا اللاعب فيرداسكو. 3-2. ثلاث نقاط لكل لاعب، تغيير الاماكن الان، كل نقطة لها أهمية كبيرة في هذه اللحظات، والإرسال أيضا له أهمية كبيرة.
الكرة خارج الملعب، الضغط من جهة فيرداسكو ويتمكن من الميني بريك، إذا تمكن من كسر إرسال اللاعب نضال في هذا الشوط، شوط كسر التعادل. أشواط لثلاثة لفيرداسكو. خطأ كبير جدا جدا من جهة فيرداسكو، الكرة في وسط مربع الإرسال، له فرصتين أو عفوا اختيارين، يمين أو يسار، ويخطئ اللاعب فيرداسكو. 5-4، ما زال التقدم. الخطأ 6-4 لفيرداسكو، والفرصة لختم هذه المجموعة الثانية لفيرداسكو الآن. إذا يتمكن اللاعب فيرداسكو في هذه المجموعة الثانية، 7 أشواط لـ6 في هذه المجموعة.